وانت ايه يا ندى اللي خلاكي ما تقوليش ان انت شفتي بنات البطاقه بس؟ خفت، لقيت حالتك مش مظبوطه، قلت استنى لحد ما انت تيجي تحكي لي لوحدك. وبعدين خلاص لو انت مش عايزه تحكي مفيش مشكله، كاني يا ستي ما شفتش حاجه. بس يا ندى انا مش عارفه المفروض احكي لك ولا لا. حنين احنا اخوات على فكره، كل حاجه اللي تضايقك اكيد تضايقني. وبعدين يا ستي والله ما كانش قصدي اقلب في الورق، انا كنت متخيله ان هو عميل عادي يعني. وبعدين عارفه ان باباكي مسافر. بس يا ستي ستيل محترمه خصوصياتك. اللي انا هحكولك دلوقتي يا ندى مفيش بني ادم في الدنيا يعرف عنه حاجه. الراجل اللي جالي الشغل ده فعلا ابويا، ما كانش مسافر ولا حاجه. مال كان متهم في قضية قتل. قتل؟ يا نهار اسود، قتل مين؟ قتل امي. قتل مامتك؟ اه ماما، قتلها من 15 سنة. مش فاكرة حاجات كتير، بس كل اللي انا فاكراه ناس داخلة ناس خارجة، ناس لابسة اسود وبتعيط. جرايد بتكتب عن جريمة قتل، الراجل قتل مراته. كنت خايفة قوي، كنتش فاهمة ايه اللي بيحصل. خدتني تيتا وماجدة عشت معاهم، سافرنا بعيد شوية. كنت كل ما اسألهم فين بابا ايه اللي حصل كنتش فاهمة، بلاقي حد يرد عليا لاقي في عينيهم حزن وحيرة. توفت تيتا وربتني ماجدة، قعدت ترعاني، كانت تصرف عليا من الفلوس اللي سابتها لنا تيتا. لما كبرت شوية بقيت في ثانوي ما بطلتش أسئلة فين بابا، كل صحابي عندهم أب إلا أنا. بدأت أضغط على مجدة أسئلة كتير كتير كتير، في الآخر معرفتش تهرب مني، واجهتني بالحقيقة. وهو كان إيه اللي حصل أصلا؟ قالت لي إن آخر سنة ما بينهم ما كانتش طبيعية. بابا كان بيغيب عن البيت كتير قوي، أحيانا كان بيبات بره. قالت ان كان احتمال انه بيشرب. جه مره متاخر، ماما اتخانقت معاه، اتعصبت شتمته، فضل يضرب فيها يضرب فيها لحد ما ماتت في ايده. اتحكم عليه مؤبد وهو خرج لنا اهو. معقوله يا حنين شايله كل ده جواكي؟ فكرة اللي حصل ده انتي مالكيش ذنب فيه ابدا. بعدين كلامنا اللي حصل ده يفضل بينا، بس قوليلي انتي ناويه تعملي ايه؟ مش عارفه، بس انا خايفه قوي. لا يا حبيبتي ما تخافيش، مفيش مشكله ملهاش حل. معلش يا حبيبتي ما تخافيش، مفيش حاجه في الدنيا ملهاش حل. راس حطها هون وانت هنا هون وانا هون. اظن بقى مفيش احسن من كده يا ست نورهان. يعني اذا انتوا هيك شايفينها مظبوطه انا ما خصني، انتوا حرين. لا لا، ازاي ما خصيك؟ انت قدمت الخير والبركه. على فكره انا عامل شغل بريفكس، يعني مثلا السيراميك فرز اول، الارفف كلها خشب زان 100 100، يعني عامل شغل ايه ون والله بجد. يعني ما تفتح محل موناكو؟ ما انا ليه يا اخويا من ضعف الكويت. طيب لكن الف مبروك. الله يخليك. لا دي راح فين؟ لا عندنا عيد،
لازم شربات المحل. لا يمكن دلوقتي طبعا ايه الشربات الاحمر ده عارفاه؟ لا انا مش هجيب لك ده، انا هجيب لك ايه بقى، فراوله على موز على برتقال، كله حاجات كده ضربه ببعضها بيضربوها في الخلاط، اضرب 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 اضرب، يبقى ايه بقى في الاخر فخفخينا. شايف فخفخينا؟ ها نفسي بتغمى عليا. ايه ده الحق يا معلم، دي نفسها غمت عليها. غمت عليها والله عملوها الرجاله. شيشة عطري حجر كده بالله. ده انت منور المعرض كله يا حاج. نعم انت منور المعرض كله يا حاج، اقسم بالله. امشي شيل الشيشة بتاعتك المعفنة دي. حاضر. امشي. حاضر. مش عارفة ايه الحركات الغريبة بتاعتك. ولا مؤاخذة يا حاج، ولا مؤاخذة. وانت يا سمير ايه؟ مفيش حتة تطمني ابوكي تقولي له المعرض عامل ايه، الوارد الصادر اي حاجة في الدنيا؟ ده كل دفاتر الوارد والصارد وكل حاجة هتبقى موجودة عندك حالا، بس يعني انا كنت محضرة لك حتة مفاجأة. فاجأة ايه؟ كله هيبقى مية مية. يا سلام. اه والله العظيم، وهتبقى فخور كده ان بنتك سناء دي، وهتعرف ان المحل ده هيمشي احسن من ايامك السودة انت وابنك، وهلم المشاكل وهتدفع المديونية وهنبقى مية مية. ونكرة ربنا يعوضني بيكي خير. ايه يا بت في ايه؟ في ايه يا بت؟ ايه يا شيشابي؟ شيشابي؟ يا عم ما تخافش منه وجمد قلبك، روح قول له ان انا عندي امتحان، وانت يعني هتاخد اجازه من البنك المركزي. انت عارف الكلام اللي هو بيصبحنا بيه كل يوم. روح بس روح ما يهمكش روح. الو ايوه يا ايوه انا قاعده مستنياك اهو. ايوه البضاعه حاضره وكل حاجه تمام. انا في شارع عبد العزيز، انا قدام محل الشرشابي، بس انت يلا شملي عشان ورايا زباين تانيه. امشي يا بنت غوري يا بنت الفجريه من هنا، غوري مش ناقصه تقطع ارزاق، اتكل على الله. يلا غوري. جري يا اخويا وانا قاعده فوق راسك ولا ايه؟ لا قاعده قدام المحل بتاعك. طب قوم يا اخويا لم المحل بتاعك وحطه في حته تانيه. حق بطل ده واسمعوده، القوالب نامت والانصاص قامت. قوالب ايه ورباعيه والانصاص ايه اللي عم تقولي عليها يا بنت اليتيمه انت؟ يخرب بيت ابو اللي جابوكي، هو الشارع اتوسخ من شويه ولم بالوسخ الوسخ والغير باللي زيك؟ وغش لما يسد حلقك يا بعيد روح. مالك يا جدعين، انت عامل زي الجحش اللي فجاه ربطه فاك. ودين النبي لو ما بعدت عني لاجيب لك المحل بتاعك ده كوم ازاز، وكل واحد يعرف شغله كتك 60 نيله. وجع بطنك. انت اللي جابوك عايز ايه؟ جبت لي الفجر عايز ايه يا عم الحاج انت؟ خرب بيت ابوك خبيتني عايز ايه؟ عندي امتحانات ماسترز، فكنت عايز استأذن منك بس ساعتين. امتحان ايه وماستر ايه؟ خرب بيت ابو اللي جابك، ما كانش عاجبك الشغل لم خلقتك، خد بك حسابك واتكل على الله. اتكل على الله ماشي. غرف 60 ده يا اخي، انت اشتريتني يعني يا اخي؟ حرام عليك شباب، مش عارف كيف العمل. يخرب بيت ابو اللي جابوكم، قال حريه وعداله، قال انسانيه. بيت ابو اللي جابكم.